طوبى لمجتهد قد وفق الله دنياك مدرسة تبدو نتائجها لا ظلم فيها لأن الحاكم الله دنياك مدرسة طلابها هتب فاحرص على رتبة يرضى بها الله دنياك مدرسة والوحي منهجها أستاذها المصطفى عنوانها الله فاللهم يا ربنا اجعلنا طلابا متميزين في مدرسة أستاذها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله جل وعلا تلاها علينا القارئ الشيخ محمود علي عبد الجواد والآن نستمع إلى ضيف عزيز على قلوبنا وهو فضيلة القارئ الشيخ محرم العطار أسأل الله له التوفيق فليتفضل مشكور ولا يغتب
بعضكم بعضا واتقوا الله فكرهتموه واتقوا الله
واتقوا الله إن الله عظيم. يا إن الله
الله
الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماء إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون بسم الله الرحيم صدق الله العظيم الفاتحة جزى الله خيرا كل من ساهم في هذا الصرح القرآني وكل خطوة مشوا بها إلينا ترابها على رؤوسنا جميعا ونتوجه بالشكر لجميع الحضور ونسأل الله سبحانه في نهاية لقائنا أن يتغمد فقيدنا بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان إنه ولي ذلك والقادر هذا وأستغفر الله لي ولكم وشكر الله سعدكم جميعا.